أوقاتكم جميعا بكل خير ومحبة وسرور. نحييكم بأجمل تحية صباحية من أرضية هذا الميدان في هذه الانطلاقات الرائعة مع كبار أبناء القبائل هنا مع الحول والزمول وأشواطنا هنا المستمرة في هذا المهرجان، مهرجان سيدي سمو ولي عهد دبي المنطلق ويومه العاشر هنا على التوالي على أرضية هذا الميدان، شوطنا الثالث والخاص بالزمول المحليات الأصايل بناء القبائل مع الأشواط الإنتاج والمنتجين. تابعنا الشوطين الماضيين وهذا ثالثها، ونسير معكم إلى المقدمة، نسير إلى التحدي إلى الإثارة ومقدمة هذا الشوط. ومن يفتتح الصدارة هنا يأتينا زيزوم على الصدارة لسيب بن مبارك بن هواش لخيل من ينطلق إلى المقدمة وإلى المركز الأول، مغذي في المركز الثاني لمحمد بن السهيل بن عويضان العامري من يأتي بمغذي بهذه الانطلاقة وهذا الأداء، ويأتينا شاهين مبارك بن سعيد بن علي المنصوري منطلقا على المركز الثالث، وفي المركز الرابع المنطلق هناك هملول عبد الله بن سالم بن سعيد لوهيبي ومرموق السالم بن عبد الله بن سعيد المسافري يتسلل من الخامس الى المركز الرابع. بينما نتابع هنا الانطلاقات ونتابع التحديات، المركز السادس والقادم من حاش محمد بن خميس بالصوب لقتبي ومرموق من الجانب الآخر، سابعا سالم بن حمود بن ثعلوب الدرعي، والوصول من شاهين محمد بن سعيد بن محمد لقتبي يأتينا هنا ثامنا، وعلى المركز التاسع المنطلق هناك مذخور الرملي بن حمد راعي الشيقة العامري يأتينا بانطلاقته وتحدياته هنا التاسعة. بينما المركز العاشر وصل من الجانب الآخر هناك مشوش حمد بن سالم بن سليم الكتبي من ينطلق على المركز العاشر، وأسامي خلف المراكز العشرة الأولى أيضا متواجدة بانطلاقاتها وتحدياتها أيضا وسجلاتها المتميزة. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، ومع شعار أبو حمد من انطلق بصدارة انطلق بالمقدمة وبالمركز الأول هنا، وهذا الأداء الجميل هنا وانطلاقة مغذي محمد بن سهيل بن عويضان العامري يأتينا على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول مندفعا بصدارة هذا الشوط وانطلاقة دوكوهات أبو حمد، وانطلق إلى الفوز وإلى الناموس. المركز الثاني هنا يأتي شاهين مبارك بن سعيد بن علي المنصوري المنطلق هنا بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل وتحدياته. أما على المركز الثالث القادم من حاش هنا متى بين حاش بالأداء المميز لمحمد بن خميس بالصوب لقتبي منطلقا على المركز الثالث هنا قادم من رفادة لأدائه المميز الجميل. المركز الرابع زيزوم لسيف بن مبارك بن هواش لخيلي يأتينا على المركز الرابع بهذا الأداء الجميل. المركز الخامس والقادم هنا على المركز الخامس هملول عبد الله بن سالم بن سعيد لوهيبي من ياتي بهملول على المركز الخامس، وعلى المركز السادس هنا والتسلل في هذه اللحظات، وانطلق هنا بأدائه مذخور من تسلل من الجانب الدوني الرملي بن حمد راعي الشيجة العامري، والقادم هناك مرموق سالم بن حمود بن ثعلوب الدرعي من ياتينا بالانطلاق والتحدي على سابع المراكز، مشوش في المركز الثامن لحمد بن سالم بن سليم لقتبي، وعلى المركز التاسع سرابي في المركز التاسع لسيف بن راشد الشعالي هنا العليلي من ياتينا بانطلاقته وتحدياته الجميلة بهذا
الانطلاق والأداء. المركز العاشر هناك مرموق سالم بن عبد الله بن سعيد المسافري من يأتينا هنا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى بهذا الانطلاق والأداء الجميل والتحديات المتميزة. نعود بعد هذا النداء الثاني لمجريات هذا الشوط، شوط الرئيسي. هنا ايضا الزمول المحليات الاصايل وانتاج ابناء القبائل، انتاجهم الفاخر المميز هدى الى الصدارة الى المقدمة والى المركز الاول. والتغيير الذي طرى وجرى على الصدارة على المقدمة هنا بهذا الانطلاق وهذا الأداء الجميل وانطلاقات وتحديات هذا الشوط هنا ومجرياته. هناك بن علي من غير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول والصدارة، انطلق بالمقدمة مع شاهين مبارك بن سعيد بن علي المنصوري من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. مغذي في المركز الثاني لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري من ينطلق هنا بهذا الانطلاق والأداء الجميل والتحدي والإثارة. المركز الثالث يأتينا من حاش على المركز الثالث لمحمد بن خميس مصوب نكتمي ينطلق على ثالثي المراكز. والمركز الرابع يأتي زيزوم السيب بن مبارك من هواش الخيلي. والمركز الخامس قدم هملول عبد الله بن سالم بن سعيد لوهيبي من يقدم على المركز الخامس. وسادس المراكز مذخور للرملي بن حمد العشيجة العامري من يقدم مذخور هنا بها هذا الانطلاق على سادس المراكز. والمركز السابع مرموق لسالم بن حمود بن ثعلوب الدرعي على المركز السابع. والمركز الثامن مشوش حمد بن سالم بن سليم الاكتبي مع مشوش المنطلق على المركز الثامن. المركز التاسع واول نداء لشاهين لحمدان بن سعيد بن عجيد الاكتبي من يتابعه هذا الانطلاق والاداء هنا على المركز التاسع. المركز العاشر مياس سالم بن سلم بن سعيد الدرعي من يأتي على المركز العاشر مع الثلاثة كيلومترات. وأسامي لازلت أقول خلف المراكز العشرة الأولى قادمة أيضا، قادمة للتحدي، قادمة للأداء المميز هنا. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى صدارة هذا الشوط وانطلاقاته وتحدياته الجميلة والتغييرات التي تطرو وتجرو على المقدمة مع بداية المنعطف الأخير الالتفاف الأخير لهذا المضمار. مغذي من عاد إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري. هنا يأتينا هذا الانطلاقة هنا يتسلل بهذه اللحظات بهذا الأداء على المركز الأول هو الصدارة. المركز الثاني من حاش والمركز الثاني لمحمد بن قميص مصوب الاكتبي شاهين مبارك بن سعيد بن علي المنصوري يأتينا على المركز الثالث. والمركز الرابع زيزوم السيب بن مبارك بن هواش الخيالي. والمركز الخامس القادم هنا مدخول للرملي بن حمد العشيجه العمري. وياتينا هملول العبد الله بن سالم بن سعيد الوهيبي ومرموق السالم بن حمود بن ثعلوب الدرعي على سابع المراكز. المركز الثامن مشوش حمد بن سالم بن سليم اللي يكتبي من ياتي هذا الانطلاق والاداء الجميل هنا ايضا. الوصول بهذه اللحظات من سراب السيف الراشد الشعالي العليلي من ياتينا انطلاقة عاشر مراكزنا. وأول إذاعة لمصيحان أحمد بن غانم بن علي بن يداه المنصوري. بدت الأسماء والتحديات الجميلة. نعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة بعد 2 كيلومترات هنا و
الأول مقدمة، المركز الأول مغذي 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 على الصدارة، مغذي على المقدمة على المركز الأول لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري المنطلق على الصدارة على المركز الأول. شاهين في المركز الثاني، هنا شاهين مبارك بن سعيد بن علي المنصوري المنطلق على المركز الثاني والمركز الثالث. من حاش من حاش على المركز الثالث انطلاقة والتحديات محمد بن خميس مصوبة اللي يكتبي قادم هنا على المركز الثالث. بينما المركز الرابع، المركز الرابع المقدوم من الأسماء ولكن مغذي مغذي ينطلق بالصدارة، ينطلق بالمقدمة وبالمركز الأول وصدارة هذا الشوط. مغذي لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري من ينطلق بأحمد على الصدارة بإنتاجه الفاخر المميز على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. الكيلومتر الأخير هنا بانطلاقة وتحديات هذا الشوط. المركز الثاني يأتينا شاهين مبارك بن سعيد بن علي المنصوري. المركز الثالث هنا من حاش لمحمد بن قميص بصوب الاكتبي، وصل هنا ضاري، وصل ضاري ما يبنى لطاري هنا إلا هذه اللحظات عند 600 متر. ضاري ضاري لصالح بن محمد بن صالح بن علي الحميري من يأتينا على المركز الرابع والمركز الخامس. القادم غازي سعيد بن غدير بن عبيد المزروعي هنا نكتبي وهنا مرفوق. القادم يحيى بن الصغير بن قنوب بن يرادة نكتبي، أو عيد بن الصغير بن قنوب بن يرادة نكتبي، ولكن مغذي 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 على الصدارة، مغذي على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. يسيطر على زمام الأمور، مغذي مغذي لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري المنطلق بالصدارة المنطلق بالمقدمة وبالمركز الأول وصدارة هذا الشوط. ما شاء الله انطلاقته وتحدياته الجميلة. سلام لأبو أحمد، سلام سلام لأبو أحمد، سلام على هذا الأداء المميز الجميل. تهانينا محمد بن سهيل بن عويضان على هذا الفوز المميز. سلام للدشبة، سلام سلام للدشبة اللي معه، معزومين يا ابو احمد، معزومين على هذا الفوز المميز الجميل ولحظة وصولك الى خط النهاية بهذا الاداء الجميل. شاهين في المركز الثاني، هنا مبارك بن سعيد بن علي المنصوري. المركز الثالث اتانا هنا من حاش محمد بن خميس بالصوب الاكتبي. المركز الرابع ضاري لمحمد بن صالح بن علي الحميري، ووصل هناك على المركز الخامس مشاهدينا الكرام بالانطلاقة والتحدي. هناك الانطلاق والتحدي من قبل هنا لسالم بن بخيت بن نوبي العامري، مشكور من حل على المركز الخامس. ونعود الى التوقيت الزمني 12 دقيقة، هنا ايضا 48 ثانية، 9 من الاجزاء من الثانية. توقيت مغذي، تهانينا لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري على هذا الفوز المميز الجميل. بينما المركز الثاني اتانا شهير مبارك بن سعيد بن علي المنصوري، واتى بتوقيت زمني مقداره هنا ايضا 12 دقيقة 49 ثانية وجزئين من الثانية، أو 9 أجزاء من الثانية. بينما المركز الثالث كان من نصيب مشاهدينا الكرام من حاش لمحمد بن خميس بالصوب الاكتبي، قاطع المسافة في 12 دقيقة 52 ثانية، 9 من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس، تهانينا للجميع.